وسائل الإعلام الروسية ذكرت عن ممثلي دائرة حرس الحدود في منطقة روستوف فاسيلي ملاياف التابعة لروسيا أن موسكو استجابت لطلب كييف بفتح ممر إنساني لإخلاء الجنود الجرحى والقتلى وتسليمهم لها. ووفق هذه التقارير فإن روسيا قدمت العلاج ل 21 جنديا أوكرانيا. كان هناك إطلاق نار عند معبر دولزهانسكي وأصيب العديد من الجنود. طلبنا من حرس الحدود الروسي فتح ممر إنساني فقاموا بذلك وقدموا المساعدات الأولية للجرحى. هذه الممرات الإنسانية تفتحها روسيا للمرة الأولى منذ بدء الأزمة في أوكرانيا، وامتدت على طول الحدود مع منطقة دونيتسك حيث الاشتباكات بين الجيش الأوكراني والانفصاليين. من ينجح فقط بالاختبارات المهنية يمكنه العودة إلى صفوف الجيش. أنا لا أعتقد أنني سأنجح، لقد فقدت عيني. كذلك أشار الإعلام الروسي إلى أن جنديين تابعين لحرس الحدود الأوكراني و40 جنديا مقاتلا فروا من مواقعهم إلى روسيا عبر الحدود عند منطقة دونيتسك، منهم من طلب الهوية الروسية متهمين قيادتهم بالتخلي عنهم.